الأبوة شلون حسيت فيها؟ حسيت فيه من قبل شلون كان يتابعك ويداريك ويخاف عليك؟ خل أقول لك على شغلة والله يا فيصل، هذا سر. أنا كل مرة لما نطوف يم المستشفى أقول لها أسوأ 7 أيام في حياتي لما هي يعني لما ولدت لغاية ما سوت الاستقبال وطلعت، أسوأ 7 أيام. بتسألني تقول لي ليش؟ بقول لك لأن توهكت بالاستقبال، وتوهكت في 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 البيت، وتوهكت في في الاستعدادات، توهكت في وايد أشياء. حتى النوم ما كنت أنام، يعني النوم حتى ما أرجع البيت، هذه يعني عشان يقولون إن أنا رومانسي زيادة عن اللزوم، لما كنت أرجع البيت أستاهش. أنا تعودت إن في حس حبيب إن تكون موجود، الباب يتبطل، تناديني مثلاً تعال مثلاً، وما في مصيبة ماكو شيء، فعبد الله تعال أي تصدق أنا اليوم كلمتني فلانة، فهذا فقدته، فحسيت استاهشت، فرحت بيت أبوي نمت هناك كني حردانة على قولت السوريين ورايح لهذا. الأبوة يا طويل العمر ما تعرفت عليها إلا بعد يعني بدون مبالغة 20 يوم. تميت أنا ولدي ما مسكته إلا مرة واحدة لما أذنت بذنه. بعدها انتقل من إيد لإيد، ما شاء الله 7 خوات عندها، من أخت لأخت ومن إيد لإيد ومن أم واليدات والدنيا والعمام والخوال والدنيا، لين يوم ياتني قالت لي أنا بطلع مع أخواني ممكن، قلت لها يا ليت عشان أتعرف على ولدي. فهي طلعت وتميت أنا مع ولدي بعد 20 يوم، أتلمس ويها أسولف معاه، لأن اللحظة هذه كل الناس يقولون ما حد راح يعرف قيمتها أو يحس فيها إلا الأب. أكيد يعني بس قلت أكيد يعني بوهات أنت بس اللي قاعد أشوفها مع أختي. فبس هذا الشعور وايد كبير، أنا ممتن جدا يعني لهذا، يعني لهذه المشاعر والأحاسيس اللي انعكست بيننا وبين بعض في هذا الطفل. هذه نعمة الأحاسيس أكيد بالضبط. فشكرا عبد الحميد. شكرا.